السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله غات الأزمة هي هاي مدينة الصدر. انت هم قبل فترة سويت لقاء وياي هنا بالمدينة. هو أنا بس أسأل رئيس الوزراء أو هو هذا رئيس الأزمة، خلية الأزمة العفو، هو اللي يريد يسوي حظر تجوال على المدينة، يقدر غير يوفر لها الأكل والشرب ويفرض عليها حصار؟ مو يعني هسه احنا نقول انا عندي ولد خير من الله وساد عليهم الباب، ادري هل يجوز هاي الولد ما اعطيه لا اكل ولا شرب؟ مو يعني هسه هو رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه او ذولا بالبرلمان القاعدين اللي يقولون احنا محسوبين على مذهب علي بن ابي طالب، ولدهم او عوائلهم ما عليهم يعني ما سادين نقول البيبان عليهم، هيك نريد نحكيها ها؟ ما يعطونهم اكل وشرب؟ ادري هاي الناس ايش تاكل؟ بس قل لي اريد اسالهم ايش تاكل هاي الناس؟ يعني الرواتب متاخره، حصه تومينيه ماكو، حصه تومينيه، هاي الدول الخليج، الخليج هذا كله الامارات، الكويت، الخليج يعني باكمله يجيبون الاكل بالبيبان يخلونه لهم هم قاعدين ببيوتهم، فاحنا هسه المدينه الصدر يا قطاهم تستعطى عليهم العالم مو؟ تستعطى عليهم الناس، هذا اللي عنده الامكانيه يجي يدق الباب على ناس فقره يقول لهم عمي هاكم هاي العلاقه ما تخلص؟ اجي وياك اليوم اللي يوم يومين ثلاثه لا يمل 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 غاتي يمل هو زين معيش عائلته هذا جهه حكومه يعيش عائله الغير يا بعد قلبي مو لولا هي المفروض على الدوله من تفرض حصار او تفرض تطوق مدينه الصدر توفر لها اكل وتوفر لها شرب مو اذا احنا المي عندنا مشترى المي مشترى عندنا بيا دوله بيا دوله المي مشترى واحد يبيعون له مي مو لولا يا عزيز قلبي فدول قلبك يعني هو انا والله متعجب رئيس الوزراء كون يصير ابو الكل مو ابو الكل يصير اذا هم ملتهين بالكراسي ايش قال الزرفي ايش حكى عادل عبد المهدي انا بس هيدا اسال سؤال انا ما شايف لدوله بيها اثنين رئيس وزراء الزرفي يرفع والعادل عبد المهدي يكبس مو لولا رحمه لابوك بدول قلبك الله يحفظكم ان شاء الله بحق الحسين الله يحفظكم ان شاء الله من هذا الوباء والبلاء ان شاء الله بحق محمد وال محمد ويدفع عنا هالناس هاي الفقره خطيه المظلومه بالله العظيم بالله العظيم مدينه الصدر مظلومه باهلها بناسها مظلومه مو طبيعي يعني 100% مظلومه مو يا حبيب قلبي الله يحفظكم ان شاء الله بحق الحسين في دول